مع سميرة على راديو دزام. صباح الخير والرباح، مرحبا بكم مستمعينا في يومه الأربعاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه في كل وقت معنا على البلوط. صباح الخير سي نبيل عياشي. صباح الخير سميرة، كيف راك؟ كلشي بخير؟ صافا الحمد لله. اللي تزميت اليوم في الصباح ولا لا؟ ضروري بالصحة والراحة سيدي، بالصحة والراحة. إذا اليوم غادي نتكلموا على البلوط اللي يعرف تجاريا بأسماء متعددة، أهمها البلوط الأسود أو الأحمر، البلوط الأخضر أو خشب السنديان. ترجع أهمية البلوط العلاجية إلى احتواء اللحاء على مواد قابضة بنسبة 10 حتى 20%. نعم. البلوط تنستعملوه من الخريف للخريف، تناكلوه ماشي كلشي الناس. واحد السيدة أنا تلاقيت بها ما تعرف شنو هو البلوط. يا راه هذا تيضرني مزيودة في التسعينات، بحال هادشي تيضرني، ما تتعرف شنو هو البلوط. هادشي تي أنا المعلومة الأساسية اللي عندي في الذهن ديالي واللي بغيت نشاطرها مع كل المستمعين واللي قلتيها لي طبعا نتايا، أنت هو المرجع ديالي الغذائي اللي تنعرف أن البلوط فيه زيوت اكثر من الزيت. نعم، هادي ما بغاش تدخل ليا الدماغ لانني انا تنشد البلوط تنبقى هكا بالك ما تنساليش علاش نغلط. انا جو كونفيرم، انا في التورناجه ديالي معاك ديما ملي كاد البلوط. شكرا سي الاستاذ محمد جمال معتوق تيجيبوا لي من غابه. فاكيد ان البلوط هو داخل في الخانه ديال الاغذيه الخريفيه، وهذه الأغذية الخريفية وسبقنا وتحدثنا عليها اللي فيها الخانة ديال الرمان، فيها الخانة ديال الصفرجل، وفيها الخانة ديال البلوط. والميزة ديالهم ثلاثة، أن فيها مواد دابغة، وأن اللي سلقنا فيهم الماء ديالو تيحمر. علاش؟ لأن مضادات الأكسدة اللي فيه. فهذا البلوط يعني الناس تلاحظوا أن مباشرة بعد ما تقشروا البلوط يعني دغيا تيكحل أو دغيا تيحمر، لأن فيه مضادات الأكسدة بشكل كبير. فالبلوط هو داخل في الخانة ديال الأغذية التي تقوي المناعة بامتياز، فهو يحتوي، وغادي نشرح لك لسميرة علاش ما تنحسوش بهذيك الزيوت، لأن البلوط فيه بروتينات وفيه نشويات وفيه دهنيات. فهذوك النشويات اللي كاينة في البلوط اللي تتفوت تقريبا 50% هي اللي تتخلي اننا ما تنحسوش بهذاك الزيوت، لان في البلوط كاين الزيت مع النشويات. يعني بحال اللي زلفت الزيت ودرنا فوق منها الطحين بزاف. نعم، فتخلطوا هذوك النشويات مع البروتينات مع الدهون ما تعطيناش هذاك، ما تنحسوش بهذاك الزيت، لان الزيتون فيه تقريبا ما بين 18 ل 20% ديال الدهنيات. البلوط فيه حتى 30% ديال الدهنيات. واو. يعني تيفوق الزيتون فيما يخص نسبه الدهنيات. اذا السؤال اللي تيفرض نفسه هنايا، واش هاد الزيوت اللي في البلوط نافعه ومفيده بحال زيت الزيتون؟ بارك الله عليك. الزيوت اللي في البلوط هي زيوت مفيده جدا بالنسبه للجسم ديال الانسان، لان التناول ديال البلوط، واش فراسك ان سميره البلوط يعتبر غذاء؟ يعني انني نقدر نتناول البلوط وغنكون خديت وجبه. نقول لك علاش؟ لان فيه البروتين، قلنا فيه تقريبا ما بين 8 حتى 10% ديال البروتينات، فيه ما يفوق على 50% ديال النشويات، وفيه ما يزيد على 30% ديال الدهنيات. بالإضافة لهذا فيه كالسيوم، فيه حديد، فيه مغنيسيوم، فيه زنك، فيه نحاس، فيه منغنيز، فيه بوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات المجموعة باء كفيتامين بي 1 وبي 2 وفيتامين بي 3. فمنين تناخذ هاد الغذاء اللي هو البلوط مثلا، لأن البلوط للأسف الناس ربما ما تعطيوش قيمة، ربما تيكونوا دايزين تيبان لهم البلوط ما تيشوفوش فيه تيزيدو ما تيوقفوش انهم ياخذوه، في حين انه هو كاين غير في هذه الفتره هذه ومن بعد تيمشي ما تيبقاش. فالاستهلاك ديالو هو خصو يتم خلال هذه الفتره الخريفيه بشكل يومي، خصنا نستهلكوا هذا البلوط، لان الاستهلاك ديالو غيمد الجسم بمجموعه مكونات غذائيه. باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مباشره، واش هاد الزيوت اللي كاينه في البلوط هي زيوت مضره ولا زيوت نافعه؟ هاد الزيوت اللي كاينه في البلوط هي زيوت نافعه، والان كاينه هناك دراسات في امريكا اللي تدار على البلوط والبلوط المغربي، لان البلوط هاد الزيوت اللي فيه تعتبر بين الزيوت التي تقي من امراض القلب والشرايين. هاد الزيوت اللي فيه تعتبر بين الزيوت التي تهبط نسبه الكوليسترول في الجسم ديال الانسان. فكيف ان منتوج ولا غذاء مغربي يباع في الطريق سهل لاننا نوصلوا له، رخيص ورخيص، وما تنتناولوهش، ما تندخلوش البيوت ديالنا. فالاستهلاك ديالو غيقوي المناعة. علاش؟ لأنه غني بالأملاح المعدنية، غني بمادة البوتاسيوم، مادة المغنيسيوم، مادة الزنك والنحاس، اللي هي تعتبر من بين الأغذية المقوية للمناعة. داكشي علاش أن ظهور البلوط تيبان فصل الخريف
تقوية للمناعة اللي غادي تجي بعد فصل الشتاء. نعم بعض الأحيان تلقاو شي وحدة حارة وهذا ماشي مشكل، يعني واخا ناخذوا هذيك وحده حاره راه ما غاديش تضر، يعني لان في وسط مثلا 10 ولا 20 بلوطه حلوه تتلقى وحده حاره هذا ماشي يعني مطلق. فاش تلقى حاره ومن بعد تلقى وحده حلوه نعم اكيد. يعني ولكن للاسف يعني كيف ما شرتي سميره ان انت قلتي تلاقيتي مع ناس ما عارفينش البلوط ما واكلينش البلوط، هذه مساله خطيره. راه هنا ها السرطان كيفاش تيجي، هل امر هل الاضطرابات الهرمونيه كيفاش تتبان، هل مشاكل ديال امراض القلب والشرايين كيفاش تجي بابتعادنا على بعض الاغذيه. وانا متاكد ان هذه السيده هذه اللي ما واكلاش البلوط راه ما واكلاش بزاف ديال الاغذيه تابعه لاصقه في البلوط. هنا كاينه غنرجعوا دائما وغنرجع دائما وغنرجع دائما للمساله ديال التربيه الغذائيه، ديال ان الاباء خصهم يشريوا هاد الأغذية هادي ويدخلوها البيوت ديالهم ويحببوها الأبناء ديالهم بمختلف طرق مختلف الوصفات. ما كنتوش تقصروا بالبلوط يعني قدام التلفازة واحد سلاد البلوط وهكذا حلوة هادي ماشي شيبس ولا تماما البلوط كان البلوط باقي الآن. أنا ما نكذبش عليك أنا باقي الآن يعني باقي الآن خوتي كان اللي شاف البلوط خاصو يشري نجيبو لك. فالبلوط يعني المذاق اللي فيه والحلاوة اللي فيه وحتى داك الجو ديالو انك تتهرسها ومن بعد تاكلها، يعني واحد الجو غريب، يعني واحد الطقس اللي هو حلو. تفكر في الشتاء الاطفال اللي ما عايشينش هذا الجو هذا خصهم يعيشوه، انك تعيش مع البلوط تعيش مع البلوط لان التناول ديال البلوط هو ربما هو جو هو طقس، يعني انك تحط ديك سميتو ديال البلوط وتهرس كل وحده وتشوف واش حاره، ولكن للاسف ما بقاش. فهنا من بدات الامراض تتبان عند الاطفال، يعني التقويه ديال المناعه والتقويه ديال الجسم ديال الانسان فهو فيه بروتينات، يعني مهم بالنسبه للرياضيين، مهم بالنسبه للنمو، بالنسبه للاطفال احنا شفنا فيه كالسيوم كذلك، فيه دهنيات، فيه نشويات. بالنسبه للناس اللي عندهم شويه مشكل في السنان يسلقوه تتسلق، ولكن هو تتسلق تيجي الجديد تتنقص القيمه الغذائيه الا تسلق او الا دخل الفران او الا دار كاين اللي تيديروا في الفاخر كذلك بحال القسطال. نعم بحال القسطال. فهنا تتنقص اكيد تتنقص القيمه الغذائيه، ولكن اللهم هكاك ولا بلاش. باش نفرقوا يعني الاسامي، البلوط هو اللي سنعرفوا حنا البلوط هو بالفرنساويه ليغلان ليغلان اكزاكتلي. القسطال لي شاتان هما اللي تيتبعوا شي الزنقه تيتحمروا هذاك القسطال اولا لي شاتان. البلوط هو البلدي اللي كنا تناخذوا شحال هادي مره تنسلقوه مره تناكلوه كما قلتي مع العائله. قلبت على وصفه البلوط باش نشجع الناس تتناولوه، مع انه انا يعني صراحه تنفضل ناكلو خضر في حال هكاك. اولا تستافد كاع من كاع المنافع ديالو، وثانيا لذيذ جدا جدا. قلبت الوغ طبعا نقدروا نسلقوه وناكلوه هكذا. سي نبيل عياشي قال لي بانك كنا نطحنوه والدقيق ديالو نعجنوا به الخبز ديالو. ممكن. ولقيت انا تنسافر في عالم الانترنت بان في وجده والمناطق الشرقيه تيصوبوا مربى البلوط. يا سلام عجبني الحال. يعني هذه بالنسبه للاطفال ما بقاش عذر الان بالنسبه للاباء، ممكن يديروا مربى ديال البلوط. الوغ انا اللي قريت في الانترنت بان هاد السيده اللي دارتها في وجده راجلها اللي قلب على هذه الوصفه في الهند، كان في الهند ولقاها. كيف ما تنقول دائما نفتحوا على الخارج. نعم، على الدول العالميه بامور ايجابيه. وصفه ديال البلوط لكن غادي تشجعنا ناكلوا البلوط اللي نحتاجوا فيها كيلو بلوط مسلوق جيدا ومقشر، 4 العواد كبار ديال القرفه، 4 العواد ديال القرفه وجوج عواد ديال القرنفل وشويه السكر ولافاني، لتر ونصف ديال الماء. تنطحنوا البلوط مع هو باقي سخون في ماكينه مطيشه بالشبكه المتوسطه، نديروا الماء في الطنجره مع القرفه والقرنفل والسكر ونخليوه يغلي مزيان ويذوب السكر تماما، غادي يولي اللون ديالو بني بحال العسل. نزيدوا البلوط ونخليوه يطيب على نار مهيله مده ساعه مع التحريك مره باش ما يلصقش في الطنجره، وملي يتقال نزيدوا لافاني ونحرك مزيان ثم نطفيو عليه ونخليوه برد ونحتفظوا فيه في قريعات ديال الزاج. طريقه سهله لذيذه ومشجعه لاكل البلوط. نقدروا نترتينيو به فعاوت هذوك لي شوكولا ودوك اللي تنترتينيو بالخبز. الحل موجود فوالا. انا تنقترح مثلا فعاوت السكر نخليوه سيدوب، نخليوه هو الاخر ما نخليوش هو الاخر، زعما نزيدو فعاوتو
العسل. نعم. يكون احسن الافاده تكون اكبر. اذا هذا فيما يخص البلوط والفرق. نقدر نقولوا شنو هو الفرق ما بين البلوط مثلا القسطال ولا الشتات؟ ما كاينش هناك فرق، ما كاينش هناك فرق كبير يعني نفس العائله نفس المجموعه نفس تقريبا نفس القيمه الغذائيه. صحيح ان في المغرب تلقاو بزاف البلوط على القسطال، لهذا فالاستهلاك ديالو خاصو يتم، نقدر نقول يعني في هذه الفتره هذه خاصو يتم بشكل يومي. سمعت كذلك بان الماء ديال البلوط اللي سلقنا فيه البلوط نقدروا نستافدوا حتى هو منه. نعم. نخلطوا مع اتاي ولا ممكن نستافدوا منه. علاش؟ لانه كيف ما قلت في البدايه هو بحاله بحال الرمان، بحاله بحال السفرجل، يعني نعم فيه هذيك المواد الدابغه، كل هذيك مضادات الاكسده كلها تدوز في هذاك الماء. داكشي علاش قلت ان ملي غيتسلق ما غتبقاش عنده نفس القيمه الغذائيه. واخا في الانترنت قريت بزاف على اللحاء البلوط، شنو تيعنيو باللحاء؟ واش لداخل ولا برا؟ لا برا، برا برا. دونك هذا اللحاء حتى هو تيتسلق تيتستعمل. نعم حتى هو يستعمل، يعني تيدار بحال هذاك الخشب اللي على برا. نعم تيدار انفيزيون مع الماء. رائع. اذا الكرارز البلوط راها موجوده. خصني نشري. والبارح شريته بخمسة دراهم الكيلو، ما عرفتش واش بزاف ولا لا، ما عرفتش. المهم والله الا انا تيلمون تيعجبني ما ناقشتش معاه الثمن. خذوا البلوط وقصروا مع قصروا مع وليداتكم به. تخيل معايا ان الناس يعني في نهايه الاسبوع يهزوا وليداتهم يمشيوا للغابه ويجمعوا ذاك البلوط. رائع. يعني خصنا نعيشوا في هذه الاجواء، يعني هذه اجواء اللي نعم غنتحركوا منها غنوريو وليداتنا ذاك البلوط الى اكيد الا جمعوه هو راه غادي يجي غياكلوا. عرفتي غادي نبانوا الناس قدام بزاف انا وياك، لان ما جالسين تنجبدوا غير بلون. غير بلون انا وياك تنجبدوا غير هذوك الحوايج القديمه، حيت غدا غادي نهضروا على طيب وهادي. غدا نتكلموا على الحمص ان شاء الله. فكونوا تمعن، كونوا في المواعيد. الى اللقاء.